حاملا حرا لولا انقلاب العام 1969 الذي شاء أن يوقف بالقوة مجرى التاريخ العظيم لهذه البلاد ردحا من الزمن. وهكذا عبرت ليبيا مخاض الاستقلال العسير، وشيد الليبيون بفضل تضحياتهم وصبرهم أساس بلد آمن أنعم الله عليه سبحانه بخيرات وعقول ورجال تعاهدوا على تسطير صفحات مشرقة من التاريخ. فلنتخذ من هذا التاريخ دليلا وعبرة ومرشدا لنا. في مثل هذا اليوم ومنذ 60 سنة صارت ليبيا بلدا حرا ومستقلا متحررا من نير العبودية والاستعمار. ليبيا بمناطقها الثلاث طرابلس وبرقة وفزان وقبائلها ومكوناتها المختلفة توحدت تحت راية واحدة ودستور واحد لتشق الطريق إلى مكانة مرموقة بين الدول. هذه السنة وللمرة الأولى ومنذ 42 عاما نحتفل بذكرى يوم الاستقلال، ليس بهدف الاحتفال نفسه وإنما لكي نستأنف المسيرة قدما إلى الأمام. الملك إدريس رحمه الله كان يقول: المحافظة على الاستقلال أصعب من نيله، فما أحوجنا اليوم إلى حماية هذا الاستقلال من العبث والتفريط وطمع الطامعين. وإذ تقف ليبيا اليوم على مفترق طرق صعب وفي نقطة تحول تاريخية، فإن صوت العقل مطلوب وتوحيد الإرادة الوطنية واجب، وبغيرهما يصعب أن تعبر بلادنا ضفاف السلامة والمعافاة. وكما هو الحال اللحظات التاريخية دائما نجد أنفسنا أمام قرارات يجب علينا اتخاذها بالتشاور والتضامن والاعتدال، وسبل لا بد لنا أن نسلكها موحدين وواثقين بشعبنا وجدارتنا، فجروحنا عميقة لكن تطلعاتنا إلى المستقبل تخفف من تلك الآلام وتلك الجروح. الآن وقد انتهت الحرب وعادت مصائر بلادنا إلى أيدينا وانصرف العالم عنا إلى شؤون أخرى، فقد جاء أوان العمل وحل وقت البناء من أجل تحقيق تلك الطموحات النبيلة للليبيين في بلد آمن دستوري ديمقراطي يحقق الرخاء ويحترم مكونات الشعب من عرب وأمازيغ، ويطلق طاقات الشباب والبناء والمثقفين وأبناء القبائل والمزارعين. فإن الارتقاء بليبيا لن يكون سهلا بالطبع، لكنه ليس مستحيلا إذ ما تذكرنا مآثر أجدادنا وأبائنا في تحقيق الاستقلال وبناء أسس الدولة الحديثة. لنتذكر أن لكل ليبي حق في ثروة بلاده وفي خيرات هذه الأرض، وأن لا أحد يملك الحق ليكون فوق مصالح البلاد وخارج القانون. وقبل هذا علينا أن نضع نصب عيننا كل من موقعه تنمية قيم المواطنة الحقة وترسيخ روح الشراكة في هذا الوطن، ونبذ الانتقام وإعلاء روح التسامح والمصالحة، وأن نذكر دائما فضل الشهداء الأبرار في تحرير بلادنا من الاستعمار والظلم والاستبداد. كل ليبي منا رجل كان أو امرأة له الحق المطلق في عمل كريم وسكن لائق وفي التعبير عن رأيه وعقيدته، ولكل امرأة نصيب من العمل والكرامة والحقوق المدنية، مثلما علينا جميعا واجبات حماية هذا البلاد والذود عن استقلالها وسمعتها ومكانتها. ليبيا أروع اسم وأجمل قطعة أرض وأنصع صفحات تاريخ، وهي بلادنا التي سقينا شجرتها من أنبل الدماء وأشرف الدموع، فما أحرانا أن نضعها في قلوبنا وضمائرنا دائماً.